السلام البنات، مرحبا بكم عندي في القناة. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم غنحضر معاكم اربع اشكال ديال الحلوى من العجينة وحدة تيجي هشيش تيضو فرفهم. يلا نبداو على بركة الله. اول حاجة تنحتاج زبدة وحدة، تنضيف عليها كأس ديال سنيدة، تنخدمهم مزيان بالدية. كنضيف عليهم كأس ديال الزيت، نضيف عليهم اربع اصفار ديال البيض، دابا تنضيف الدقيق، تنبقى نضيف غير بشويه، تنخدمها. تنبقى نضيف الدقيق بشويه حتى كنحسوا على عجين طري. كما كتشوفوا البنات هذه هي العجينه ديالنا، خاصها تكون طريه. دابا تنقسمها على اربعه اشكال. ناخذ نصف الاول، نضيف عليه كيس ديال الكاكاو، نخدمها بيديه مزيان حتى كيدخل الكاكاو في العجين. حتى كنحصلوا على هذا اللون كناخذ النصف الثاني، تنضيف عليه جوج معالق كبار ديال الكوك، تدخل الكوك مزيان في العجين. تندوز النصف الثالث، تنضيف عليه كيس ديال الفرن ديال الفراوله، دابا النصف الرابع كنضيف عليه كيس ديال الخميره ديال الحلوه. حيت هذا الشكل هذا خص ضروري تكون فيه الخميره. دابا تندوزو النصف ديال الثاني اللي درت فيه الكوك، نقسمو على جوج،
حتى نحرك العجينة بيديها. سطح العمل تنرش معلقة ديال السنيدة ومعلقة ديال الكوك، تنحربل فيهم العجين اللي شكلت. بعد ما شكلتهم تندخلهم الفريكو يجمدوا. تندوزو النصف الرابع اللي ضفت عليه الخميرة في الآخر، نشكلهم على شكل كويرات. من بعد ما تنشكل العجينة كاملة على شكل كويرات، تندهنهم بالكونفيتير، تنديرهم في كاكاو مهرمش كما كتشوفوا البنات بهذه الطريقة. هذه كنديرهم في لاطا وكندخلهم يطيبوا في الفران على نار مهيله. كندوزو النصف الثاني اللي درت فيه اللي شكلت ودرت فيه الكوك، كنقطعو على هذا الشكل، تندخلو الفران يطيب هو على نار مهيله. دابا تندوزو العجينه اللي درت فيها فلون ديال الفريز، تنطلقها وتشكلها. انا شكلتها بهذا الطابع هذا، نتوما تقدروا تشكلوها باي طابع عندكم. بعد ما كنتهي كنستفهم فوق لاطا وكندهن بشويه ديال الكونفيت، تندوز العجين اللي بقى ليا تنشكلو على شكل ورده، وكنضغط بها كنحطها فوق شويه ديال الكونفيت اللي درت وكنضغط باش كتلصق لينا. وهكا كندخلهم للفرن يطيب على نار مهيله. دابا تندوزو العجينه اللي درت فيها الكاكاو، تنطلقها تنشكلها على هذا الشكل، كندخلها الفران طيب على نار مهيله. ها هي الحلوه ديالنا من بعد ما طابت. دابا غندوز للتزيين. بنات هذا الشكل اللي نسمتو بفلون ديال الفريز، تندهن وحده وتنسق عليها اخرى، تندهنها بالكونفيتير كما كتشوفوا. وداك الوريضات نزينوها بنقيطه ديال الشوكولاط ولا الكونفيتير اللي بغيتو. ملي كان سالم التزيين ديالو كله، تنرش فوق منو سكر كلاصي. وهذا الشكل اللي درت فيه الكاكاو، هذا الشكل اللي درت فيه الكاكاو، تندهنوه بالشوكولاط اسود ولا ابيض اللي بغيتو. انا درت اسود وكندير فوق منها كورنفليكس. ثم تقدروا ديروا اي حاجه اللي بغيتو. صافي، وبهكا كنسالي الحلوه ديالنا كلها تزين. هي الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات كتجي بنينه البنات وهشيشه وكتطبخ. كنتمنى تجربوها.